استذكارا لدماء الشهداء الذين سقطوا إما متأثرين بالغازات المسيلة للدموع أو برصاص لا يعرف مطلقه في التحرير أو في غيرها من ساحات الاحتجاج لمطالبتهم بالتغيير والإصلاح. شهدت ساحة التحرير مسيرات شموع، حيث قام المتظاهرون بفرش العلم العراقي وإشعال الشموع وقراءة القرآن الكريم على أرواح الشهداء. تعبنا والله تعبنا، والله تعبنا ليل ما نام. أنا صار لي 15 ما جاي أنام، ما جاي أنام ليل، كل ليل كل أبكي أبكي، هم على بيو الشباب، هم على بيو الشباب. إيه ما يصير حرام كابش، شنو ذنب تقوله، شنو ذنبهم، قلوا لنا شنو ذنبهم. عائلات الشهداء قامت بطهو الطعام وتوزيعه على المتظاهرين السلميين. قاموا جبل وسعيد في الساعة. ووفقا لمفوضية حقوق الإنسان العراقية، فإن 260 متظاهرا استشهدوا وأصيب حوالي 12,000 آخرين خلال الاحتجاجات التي طالبوا في بدايتها بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومكافحة الفساد قبل أن يرفعوا سقفها.